خلونا نرجع مع أبرز الأخبار اللي هتحصل النهاردة. بخصوص الأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هيستقبل دكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج دكتور خالد العناني مرشح مصر لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، وبيعقد الطرفان جلسة مباحثات بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة. النهاردة هيشهد المسرح الروماني بالمدينة التراثية بمدينة العالمين الجديدة في تمام 8 مساء حفل فني ضخم لوزارة الثقافة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بيجمع الجمهور مع المايسترو هاني شنودة وفرقته الشهيرة المصريين. ومن المقرر أن يقدم هاني شنودة وفرقته باقة متنوعة من أشهر أغانيهم اللي تركت بصمة عميقة في وجدان الجمهور على مر السنين، واللي بتتضمن موسيقى فيلم المشبوه وعلموني عنيكي وما تحسبوش يا بنات وماشية السنيورة. النهاردة هيلتقي منتخب مصر الأولمبي مع نظيره أوزبكستان في الجولة الثانية من دور المجموعات بمنافسات كرة القدم رجال في أولمبياد باريس 2024 في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.